غايتنا من السيطرة على الفكر والأفكار مواصلة السير إلى غاية الغايات للتناغم الواعي مع الإلهية بنظام العقل الكلي من خلال نظرة الشاهد على الأحداث، تلك النظرة التي ليست حيادية بل قمة بالفعالية، من مبدأ منسميه مبدأ الفعل الأكبر بالجهد الأقل. قد تعتقد أو تظن أن إنسانا ما يطلق موجات ألفا دماغية بتأملاته أو بخدماته، فتعتقد أن هذا مجرد تعطيل لما يسمى العمل، هو تعطيل العمل المادي، ولكن بمستويات أخرى هو تفعيل وتنشيط لملكات عميقة بالإنسان كلنا بأمس الحاجة لها الآن. التقنية البسيطة للسيطرة على الفكر: نجلس باستقامة العمود الفقري لمن يستطيع، نبدأ بالزفير الهادئ بإيقاع متزن من الأنف، ثم شهيق بهدوء بوعي، نحس مع الشهيق وكأن الحياة بطمأنينتها وسلامها قد بدأت تدخل للكيان. نقف برهة ثم زفير لنطرد، من خلال الزفير نطرد نواتج الاحتراق من خلال الكربون الذي هو تجسد للأفكار المريضة السقيمة والمشاعر السلبية، نطردها عبر الزفير، ثم من جديد نأخذ شهيق تنفس هادئ منضبط بطيء متخيلين معه، وكأننا أيضا مع الزفير من جديد ندخل النور والمحبة والسلام، ثلاث مرات شهيق ثلاث مرات زفير رح تكون كافي لتهدئة الفكر، خصوصا إذا كان الشخص لديه سلوك قويم في الحياة.